رجعنا لكم تاني بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، احنا معاكم دلوقتي. قبل أي حاجة بس لفت نظري إن احنا معانا النهاردة رواية اسمها نزوة رجل اللي الكاتبه طبعا اللي معانا، طبعا انا يعني هتبقى شهادتي فيها مجروحه بس انا متابعها بقالي فتره، استاذه عبير خضر معايا زميلتي طبعا العزيزه وشركه النجاح. عايز اقول لك ان انا يعني شد نظري حاجات كبيره جدا، ان انا حاسس ان اغلب التركيز يعني مهما فر اغلب التركيز على جزئيه مش اللي هي صاحبه المشكله. يعني شايف كلمه بنت حضرتك قالت يا ماما قالت يا بابا، فانا حاسس ان الموضوع ما يخصش. على فكره بالمناسبه هي جايبه هديه لضيفنا صديق العزيز والاستاذ الكبير جدا 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 من اجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، دكتور احمد يحيى هنيمي، استشاري واخصائي التربيه الخاصه ومركز عنده مركز برضه جميل جدا بيتعامل فيه مع الاولاد من دار الطفوله، صح يا دكتور؟ نحو الطفوله طبيعيه. طب سبح انت بقى على المشاهدين. ازيك يا دكتور؟ اولا دي الروايه بتاعتك، دي هديه من هو انا وانا بره بصيت عليها، هي بصراحه حاجه ممتازه جدا. يعني اللي لفت نظري فيها ان هي عامله زوم جامد على المشكلات الاسريه، ويعني الاثر بتاعها على نفس الطفله اللي اسمها ملك، وبعد كده لما كبرت كمان اعتز بيها يا دكتور. ربنا يعزك، ربنا يخليك يا رب. هي حاجه جميله جدا، وان شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق ونشوف اعمال زي دي كتير ان شاء الله. دكتور احمد، احنا بقى يعني احنا مثلا هنا بنتخصص في كل حاجه تخص الاسره، بس كلنا يعني حتى احنا عندنا مشاكل بتبقى مع الاولاد اكيد، في موضوع ان احنا بنبقى قاعدين عارف زي ما تحس ان في فجوه بيننا وبينهم. اوقات نقول له انت بتعاندني، انت ما بتسمعش الكلام، انت يعني راسك براسي انت، وبنحتد عليهم فعلا، نشد عليهم، وبنحاول ان احنا ايه يعني نمشي كلامنا عليهم. نفرض كمان ده بيبدا من الصغر، يعني من سن صغير. اها، فايه ايه الخطوات اللي ممكن ناخدها معاهم قبل ما الخطوات نتعدى؟ أنا عايزك تقول لي كده، فهمني ايه اللي بيحصل في دماغ الطفل ده. يعني ايه اللي بيوصله للمرحله دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد جدا بالاستضافه الجميله ديت وبالدعوه الكريمه العزيزه جدا على قلبي، من أفضل الشخصيات اللي قابلتها دكتور محمد، يعني حقيقة حاجة أعتز بيها علاقتي بحضرتك، وطبعا اتشرفت بمعرفة حضرتك جدا جدا. ده قبل أي حاجة اللي أنا لازم أقول قد إيه أنا سعيد ومبسوط إن أنا في ضيافة حضراتكم النهاردة. ثانيا بقى تعالوا نتكلم يعني إيه عند أصلا وإيه اللي بيحصل. العند عندنا كده في السلوك هو مش حاجة تقدر تمسكها بإيدك كده، يعني هي مش حاجة واضحة. العند هو صفة أكتر منه سلوك، لأن السلوك هو حاجة إجرائية، حاجة بتحصل قدامك. أحمد بيشرب المية، يبقى كده دي حاجة بتحصل قدام عينك وتقدر توصفها، إنما العند ده عنيد. يعني إيه؟ فإحنا لما بنيجي نتعامل مع العند بشكل عام، إحنا بنتعامل مع السلوكيات اللي بعد كده إحنا بنعبر عنها إنه الطفل ده عنيد. بس قبل ما نتكلم في حل المشكلة، هي يعني إيه المشكلة أو إيه اللي بيحصل أصلاً؟ ابننا أو أي طفل في العالم لازم يبقى عنيد في مرحلة من مراحل النمو بتاعته. لازم لو ما ظهرش العند يبقى فيه مشكلة. لو ابني ما بقاش عنيد وما فرضش رأيه في وقت من الأوقات، أنا لازم أتساءل، لأن كده معناه أنه ما جاش في دماغه أصلاً أنه في حاجة اسمها قدرة على الاختيار. هو يبقى منين قدرة على الاختيار وهو ما رفضش حاجة وقابل حاجة تانية في المقابل؟ تمام. فمعنى أنه بيرفض، يبقى هو هنا إحنا في كتير من الأحيان لما بتظهر، يعني أنا بيجي لي أمهات كتير تقول لي أول ما اتكلم قال لا. طب ما طبيعي، هو مش عايز الأكل ده، عايز يغير، عايز عنده فضول
لحاجه جديده، والفضول دي حاجه سمه انسانيه لازم احنا بنشوفها في كل البشر، فلو مش موجوده يبقى الطفل ده لسه ما وصلش لمرحله الفضول فهو اتاخر، فاحنا لازم نشك في الموضوع. كمان دليل على انه قادر وبدا يبص لنفسه ان انا اقدر اعتمد على نفسي، يبقى الهلب سيلف او الرعايه الذاتيه لسه ما ظهرتش عنده في الميعاد المظبوط. يبقى عند لو ما ظهرش يبقى اكيد في مشكله. تمام. طيب لو ظهر وانا كبته تصادم، انا كاب او كام في يعني في انا بشوف كتير انه التصرفات الرياكشن بتاعنا الطبيعي اللي بيبقى مع الطفل ده بيعملوا ثوره على ابنائهم ازاي يعني يقول لي لا ده لا. ابو سنه ده ولا ابو سنه ونص يقول لي لا ازاي ازاي ما ينفعش طبعا. لا بس الامهات برضو الاباء مظلومين يعني اصل كده اكيد اكيد، بس احنا بنتكلم عن جزئيه معينه. سيبه ياكل بالطريقه اللي هو ممكن يتعلم منها في المستقبل، لو عك الدنيا مش مشكله ولا ازمه كبيره، احنا هننظف وكل حاجه، اعملي امني البيئه، خلي بيئه سهله التنظيف وسيبيه يتعلم اي حاجه بقى ايسي طالما ما فيش خطوره خلاص سيبيه اوكي. تمام. فاحنا لو كبتنا وقفلنا من البدايه من ما اديناش فرصه للا انها تبقى قويه وواضحه، طب ما هو كده انا بمحي شخصيته، وبعد كده ترجع تشتكي ابني شخصيته ضعيفه، تعال الحقني ابني مش عارف، ابني قابل للاستهواء، ابني اي حد بيمشي وراه، اي حد بيسمع كلامه مش قادر يقرر، مش متحمل للمسؤوليه. لا احنا ممكن نوصل لبرضه مراحل تانية من الخطر، ان الولد يبقى اللي هو بيقول عليه نوصل لمرحله التخاطب، ان هو نوديه لدكتور التخاطب لانه مش عارف ينطق من الخوف. جزئيه مهمه جدا هنا اللي حضرتك بتتكلمي فيها وتعرضت عليها كتير، يعني انا لسه سامع الجمله دي اول امبارح. ام بتقول لي ابني عنيد قوي، قلت لها ازاي؟ قالت لي مش راضي يتكلم. مش راضي يتكلم ازاي؟ ما هو قبل ما احكم ان هو عنيد، هل هو عنده القدره اصلا على الكلام؟ يبقى لازم يكون عنده القدره على فعل الشيء اللي انت بتوجهه له، لان اصلا احنا مفهومنا عن العند ان هو مش بيسمع الاوامر او مش بينفذ الاوامر، ده مفهومنا عنه. فان هو ما بيسمعش الاوامر، هل هو فاهم؟ ودي نقطه لازم نحط ايدنا عليها ونركز عليها كويس جدا، هل هو فاهم انت عايز ايه؟ وبعد كده هل هو عنده القدره على تنفيذ اللي بتامره بيه ده وما عندوش مشكله فيه، وبعد كده رفض لمجرد الرفض؟ هو هنا يبقى عند، غير كده ما يبقاش عند. يبقى انا لازم اتاكد انه ابني قادر على القيام بالسلوك، وبعد كده هو رفض لاسباب غير مقنعه او اسباب او لمجرد الرفض، بعد كده اقدر اقول ان هو عند، غير كده طيب. ما اقدرش اقول. طيب وصلنا لمرحله الادراك احنا كاباء ان عندنا ابن في البيت او بنت في البيت، مثلا احنا هنقول ابن، نقول يعني كان المصطلح العادي بتاعنا الاولاد كلهم اشقياء، فما بنصنفش مثلا ايه ان دي مرحله طفوله، فالطبيعي ان هي البنت كمان تكون عندها قدره على الابداع، على الراي ان هي تقول لا مش عايز او رافضه. أيوه. او لا ازاي لازم تسمعي كلام ابوكي، ده ممكن تكسري كلمه ابوكي من دلوقتي، اكسر البت ضلع يطلع لها 24 او بيوصلوا سن كمان يقول لك لا احنا خلاص كبرنا فما ينفعش. لما وصلنا بقى للمرحله دي 1 2 3 خطوات بقى دكتور احمد نعمل. طيب نصلي على النبي. اول حاجه احنا في حاجه كده ان احنا في وقايه خير من العلاج. تمام. احنا لازم يكون عندنا سيستم ونظام في الحياه بيسهل ويعمل مرونه في الحياه بشكل عام والتعامل بشكل عام. لو ابني عنده قايمه واضحه من المهام وقايمه واضحه من الممنوعات وقايمة واضحة من الحقوق، كده انت بتقلل قدر المستطاع من اي سلوك سلبي بشكل عام. متهيألي ما زهقش من تكرار الموضوع معاه. مش الفكرة في التكرار يا دكتور، هو احنا عايزين ايه؟ اول حاجة انا لازم احط في دماغي التلت انواع من القواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. بالزبط. القاعدة الاولى انه في ممنوعات وياريت تكون قليلة قدر المستطاع. الممنوعات اللي هي دي مستحيل ان انا افرط فيها،
مش هسيبك تعملها، زي مثلا الحاجات اللي فيها خطوره على الحياه، زي ان هو بيحط صباعه في الكهرباء، بيلعب في البوتاجاز، الحاجات اللي شبه كده، صباعه في عين اي حد مثلا بيأذي حد، الحاجات دي احنا مستحيل ان احنا نقدر نصحح العواقب بتاعتها بالزبط. فيبقى دي حاجه فوربدن، احنا مش هنيجي ناحيتها خالص. الحاجه الثانيه انه في حاجات احنا فيها مرونه، احنا بص يا حبيبي احنا لو عملنا كذا هيبقى كويس. طيب يا بابا احنا ممكن انزل العب بعد الساعه كذا، طب بص لو عملت كذا ممكن ان احنا ننزل اوكي نلعب. يبقى دي فيها حاجات نقاش وفيها حاجات مرونه، احنا ممكن ان احنا ايه نتنازل فيها ويكون فيها نقاش وارفض في اوقات وهو يبقى فاهم ده. حاجه الثالثه الحقوق بتاعه الطفل، حقوقه في حاجات زي اللعب مثلا، الاستمتاع، دي حاجات احنا ما فهمناهاش الا بعد ما كبرنا، انه ما عشتش طفولتك ما حسيتش يعني الاطفال دي هي ليها حق في اللعب، هو ده حق يعني ايه؟ ما هو الطفل ده مطالب انه يلعب، يعني هو مش بيستمتع بس، لا هو مطالب انه يلعب عشان يتعلم عن طريق اللعب. ما هو ما اتعلمش في اللعبه يتعلم فين؟ وكمان هنوصل لمرحله ان احنا برضو رجعنا فيها، لا ده ابني ما بيتحركش، ابني ما بيتكلمش، ابني ما انت السبب. تمام، علشان احنا كبتناه. تمام. طب انا بسمع تملي كلمه تعديل سلوك. ايه تعديل سلوك؟ والله هقول لك، هو تعديل السلوك ده حاجه كبيره كده، مفهوم كبير. احنا كناس طبيعيين عاديين حصرناه في ان احنا الحاجات السلوكيات السلبيه بنعدلها. جميل. تمام، احنا حصرناه في ده. هقول لك على حاجه ثانيه واحده، فهو هنا احنا المعنى يعني ايه، في جزء من الصواب لكن في معنى اشمل، لان احنا عندنا سلوكيات ايجابيه عايزين نضيفها، وده بنعمل اجراءات علشان نزود من السلوكيات الايجابيه دي، وهنا اسمها اجراءات تعزيزيه. تمام، وفي حاجه اسمها ان احنا بنحد من السلوكيات السلبيه ونقللها، ودي بنسميها الاجراءات العقابيه. يعني العقاب عندنا في بيئتنا او في مجتمعنا مفهومه ان الطفل ده يتضرب او يتحرم المصروف كحاجه راقيه يعني، لكن هو اشمل واوسع من كده بكتير. اي اجراء بنعمله يقلل من السلوك السلبي او السلوك غير المرغوب فيه يبقى ده اجراء عقابي. بعد كده في حاجه اجراءات لتشكيل السلوك وحاجات اسمها التعزيز التفاضلي، يعني احنا بنحاول نوصل لسلوك جميل، مثلا زي ان ابني يبقى الاول على الفصل، او انه هو يبقى متميز في مدرسته. طيب بس انا عايز اقول لك على حاجه، يعني هو احنا فعلا اولادنا هم دول ثمره المستقبل، اكيد، وهم دول الحاجه اللي كلنا بنتضافر، سواء اعلام، سواء متخصصين زي حضرتك، سواء اي مؤسسات بتعمل على بناء الانسان ان هي بتشتغل عليه في المستقبل. فبس انت اجمل حاجه النهارده، اول حاجه ان انت معانا، رسمتك الجميله دي ووضحت لنا شويه نقط جميله وهايله جدا. عايزينك توعدنا دكتور، انا عارفين ان احنا من مكان بعيد، بس عايزينك توعدنا ان انت تشرفنا تاني. اكيد انا ما اقدرش ارفض دعوتك يا دكتور. ما جالي في الكنترول قالوا لي دكتور احمد لازم حلقه لوحده يبقى معانا. لا كنترول، امال بقى لسه المشاهدين هيقولوا ايه؟ انا متوقعه بعد الحلقه في الوقت الاسئله عماله تجي لي. اكيد يعني اكيد هم عايزين معلومات كثيره من حضرتك. دي حاجه تشرفني طبعا، حاجه تشرفني، وده ده ده دي رساله وده هدفي. احنا يعني اكيد حضرتك عارف ان انا بعمل حلقات باستمرار في ميز ابنك، موسم اول وموسم تاني. انا تابعت فيديوهات حضرتك كلها. يعني عايزينك بقى معانا، وكده كده وعد الاول الجمهور ان انا جاي لكم تاني. لا وعد، وعد قدام الجمهور. صح كده، باذن الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله اكون موجود تاني باذن الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم. ناخد دكتور احمد ونطلع لايف، تابعونا على صفحتنا.